ما تقدم من كلام كان بمثابة شرح وبيان وتوضيح لمفهوم العبادة في إطارها العام، مثلما قلت لكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة هنا برنامج حياة، وليس الحديث عن طقوس معينة مشخصة. الطقوس ستكون جزءا مميزا في هذا البرنامج. إذن العبادة برنامج عام شامل لحياتنا. في ضمن هذا البرنامج هناك ما نستطيع أن نجعله عبادة مخصوصة، مثلما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذر: من أن تكون له نية في كل شيء، في أكله، في نومه، في أي شيء يرتبط بتفاصيل حياته اليومية. فيمكننا أن نحول هذه الأجزاء إلى عبادة مخصوصة ضمن السياق العام لبرنامج العبادة العام الذي من أجله خلقنا. وهناك عبادات مشخصة مخصصة من قبل محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، العبادات المشروعة إن كانت واجبة أو كانت مندوبة مستحبة. قطعا العنوان الأول فيها الصلاة، وبعد الصلاة تأتي العناوين الأخرى، الصوم والحج إلى بقية العناوين الأخرى، لكن العنوان الأول في هذه العبادات المخصوصة التي خصصها ورسمها لنا محمد وآل محمد، العنوان الأول الصلاة. سأقرأ عليكم حديثا، هذا الحديث لو لم يأتي غيره لكفانا في معرفة كيفية العبادة. أقرأ عليكم من الجزء الأول من الكافي الشريف ومن كتاب التوحيد ومن الباب الذي عنوانه باب المعبود، الحديث الأول عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أتمنى عليكم أن تدققوا النظر معي في هذا الحديث وأن تلتفتوا لما يقوله إمامنا الصادق. الإمام هكذا يقول: من عبد الله بالتوهم فقد كفر. هذا الأمر أتركه لكم، أنتم كيف تعبدون الله؟ نحن نتحدث عن العبادة بالمعنى العام الذي هو برنامج مفتوح في كل الحياة، وهذا الأمر نحن غافلون عنه، هذا أمر تنظيري. ونتحدث عن بعض الأجزاء التي نحن نحولها إلى عبادة بالنية الصحيحة للعبادة، وهذا أمر لا يفعله كثيرون، يفعله قليلون، لكنني أوجه النظر إلى الأمر الذي يفعله جميع المتدينين، جميع الذين يقولون نحن شيعة للحجة ابن الحسن، إنها العبادات الواجبة، وعلى رأسها الصلاة، وعلى رأس الصلاة الصلوات اليومية المفروضة.
أنتم تعرفون أنفسكم، أنا لا أريد أن أشخص لكم كيف هي عبادتكم. الإمام الصادق هكذا يقول: من عبد الله بالتوهم فقد كفر. ما المراد من التوهم؟ هناك الوهم، الوهم الذي هو جزء من قدرة الإنسان على التخيل، فليس كل الخيال وهم، بعض الخيال وهم. حينما نقول توهم، تفعل، الإنسان هو الذي يحاول أن يرسم صورة، أن يصنع شيئا من مزج معلومات في ذهنه مع صور يستطيع أن يصنعها بسبب ما عنده من قدرة على التخيل. فمن جملة القدرات التي عند الإنسان قدرته على التخيل، إنه يتخيل الأمور، تارة يبني خياله على مفردات حقيقية موجودة في ذهنه، وتارة يصنع مفردات من خلال المفردات الحقيقية، يصنع مفردات خيالية، وعلى ضوء تلك المفردات الخيالية التي استنتجها واشتقها واصطنعها من خلال مفردات حقيقية في خزانة ذاكرته، في مركز تصوراته في ذهنه، ويصنع صورة وهمية، ولكنه يقوم بذلك بتقنية، بعملية توهم، تفعل، ولم تكن قضية طارئة. مثلا أنه يركز النظر في الظلام ويرى شيئا وهميا، هذا شيء طارئ. الإمام لا يتحدث هنا عن الأوهام الطارئة، ذلك وهم، الإمام يتحدث عن توهم. التوهم شيء والوهم شيء. الوهم شيء طارئ لسبب من الأسباب، قطعا يأتي للإنسان عبر خياله، أما التوهم فهي عملية مقصودة من قبل الإنسان، حتى إن لم يكن قاصدا لها بشكل عقلي وعلمي ومنطقي، لكنه فعل قدرة خياله معتمدا إما على مفردات حقيقية يقوم بتحويرها، وإما أن يصطنع مفردات خيالية من خلال المفردات الحقيقية التي ربما أخذها على حالها وربما حورها في خياله أيضا، ومن هناك ينتج صورة. هذا هو التوهم. التوهم بالضبط مثل ما مر علينا في حلقة يوم أمس من أنه يجب علينا التفقه، عملية تفقه، تفعل. هناك عملية لبذل الجهد وليست فقه، أمرنا بالتفقه وليس بالفقه. الإمام هنا يقول: من عبد الله بالتوهم. هناك عناية خيالية، عناية ذهنية مقصودة من قبل الإنسان أن يحقق شيئا
في عالم خياله وأوهامه، وبعد ذلك يتوجه إليه بالعبادة، هذا كفر. أكثر الناس هكذا تفعل، لماذا؟ لأنهم لا يعرفون عقيدة التوحيد ولا يعرفون الجهة التي يجب عليهم أن يتوجهوا إليها، فلذا هم إما أن يتوجهوا بالمطلق ولا يدرون لمن توجهوا، يؤدون صلواتهم، يؤدون عباداتهم هكذا بالمطلق، وهذا هو أيضا نحو من أنحاء التوهم، فليس هناك من جهة يتوجهون إليها. يقف المصلي باتجاه القبلة، وكذلك الصائم في نيته لأداء هذه العبادة ينوي باتجاه شيء مطلق ليس مشخصا، ليس مخصصا، بينما سبحانه وتعالى حين أمر الملائكة بالسجود وجههم إلى مكان معين، ومثل ما قلت لكم ذلك أنموذج لبرنامج الخلافة في الأرض، هذه مراسم وضع حجر الأساس لبرنامج الخلافة في الأرض، فحينما أمر الملائكة بالسجود أمرهم باتجاه جهة معينة، هنا بدأت بداية حركة برنامج الخلافة في الأرض، ذلك أنموذج مصغر. الإمام هكذا يقول، إمامنا الصادق: من عبد الله بالتوهم فقد كفر. لابد أن ألفت أنظاركم إلى نقطتين. النقطة الأولى: العبادة، الصلاة، الصيام، الحج، العبادات المخصوصة التي خصصها لنا محمد وآل محمد في دينهم، جعلوا تلك العبادات نقاطا لامعة في برنامج العبادة الممتد الواسع. هذه النقاط اللامعة البراقة المميزة والتي هي العبادات تتألف من نية، وسأحدثكم عن النية لأن النية التي أنتم عليها في عباداتكم ما هي بنية صحيحة وفقا لفقه العترة، هذه نية النواصب التي أنتم تصلون بها وفقا لفقه مراجع النجف، وسأعرض لكم الروايات والأحاديث، سآتيكم بآيات الكتاب الكريم، لن أحدثكم بشيء من عندي، سأحدثكم بقرآنهم المفسر بتفسيرهم وبحديثهم المفهم بتفهيمهم، وأعوذ بالله من فقه مراجع النجف، أعوذ بالله من شرور فقههم ومن شرور رسائلهم العملية، وأعوذ بالله من شرور دينهم وشرور عقائدهم وشرور تعاليمهم، لا شأن لي بكل تلك القمامة وتلك القذارة، سأحدثكم من العيون الصافية الأصيلة فقط وفقط. فالعبادة، الصلاة، الصوم، الحج، وهكذا البقية، العبادة تتألف من نية، وأهم شيء في فقه العبادات أن تعرفوا فقه النية، لأن العبادة من دون نية صحيحة وفقا لفقه العترة الطاهرة ما هي بعبادة؟ هراء. فالعبادة تتألف من نية ومن توجه، بأي اتجاه تتوجهون. فقه النجف يخلط لكم
كما يخلط فقه السقيفة بين النية والتوجه، التوجه شيء والنية شيء. العبادة تتألف من نية ومن توجه ومن طقوس وأحكامها. هناك طقوس ولها أحكام، سوف لن أحدثكم عن الطقوس والأحكام، فهذا باب وسيع. هل تريدونني أن أحدثكم عن أجزاء الصلاة وعن أحكام الصوم وسائر التفاصيل؟ سأحدثكم عن النية وهي أساس العبادة، وسأحدثكم عن التوجه، والتوجه هو روح العبادة. أما الطقوس وأحكام الطقوس فتلك هي أجسام العبادات، أبدان العبادات. روح العبادة في التوجه، إلى أي جهة نتوجه، كيف نتوجه، وأساس العبادة النية. فالعبادة إذن نية وتوجه وطقوس وأحكام لتلك الطقوس. أما الطقوس والأحكام فهي متروكة لمضانها، لمجالها، لا أستطيع أن أتناولها في هذا البرنامج الموجز والمختصر. والطقوس وأحكامها تمثل أبدان العبادات، بدن العبادة. أما التوجه فهو روح العبادة، وأما النية فهي الإجازة المأخوذة للإقامة بهذا العمل، أنت تقيم هذا العمل، فلن تقيمه من دون إجازة. هذا التصريح القانوني الرسمي المحمدي العلوي كي تقوم بهذا العمل. هذا برنامج مخصوص يحتاج إلى استخراج تصريح رسمي قانوني. التصريح الرسمي القانوني لشرعية عبادتكم النية. وأهم فقه في فقه العبادة هو فقه النية، فيجب عليكم أن تتعلموا فقه النية الذي لا يعرفه مراجعكم. سأحدثكم عن مراجعكم في النجف الذولان لا يعرفونه، لأنهم يعرفون العبادة وفقا لفقه الشافعي، وفقا لفقه سقيفة بني ساعدة. هذه هي الحقيقة من الآخر، وأنتم مضحكة، مسخرة، أنتم مهزلة، وأنا كذلك مثلكم. نحن جميعا محكومون بهذه القمامة التي دمرتنا، بقمامة حوزة النجف. فالعبادة إذن نية وتوجه وطقوس وأحكام، وأحكام لتلك الطقوس. هذه النقطة الأولى. هناك نقطة ثانية لابد أن نفرق بين أوهام عقولنا التي يعبر عنها بأذهاننا، وبين أوهام البصيرة التي لا نمتلكها. نحن لا نمتلك البصيرة، من أين تأتينا البصيرة؟ من أين تأتينا البصيرة وعقولنا وقلوبنا ملأى بخراء حوزة النجف؟ ما هم جاءونا بدين خرائي، هذا الدين الذي تعلمناه منهم دين خرائي، هذا جاءونا به من نواصب سقيفة بني ساعدة. وأبعدونا عن دين إمام زماننا بفقههم وعقائدهم ودينهم وحوزتهم. فمن أين تأتي لنا البصيرة؟ من أين تأتينا؟ علينا أن نفرق بين وهم عقولنا
ووهم أذهاننا وبين وهم البصيرة، وهم البصيرة شيء آخر. هكذا نقرأ في أدعيتهم على سبيل المثال: إذا ما ذهبت بكم إلى مناجاة العارفين المروية عن إمامنا السجاد، وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. فماذا نقرأ في مناجاة العارفين بعد أن مر علينا الكلام: قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت عن أبصارهم عن أبصار بصائرهم وليس عن أبصار ما يدركون بحواسهم، قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم وانتفت مخالجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم. تلك هي البصيرة التي لا نملك شيئا منها. أما مراجع النجف أنفسهم لا يتخيلون هذه المعاني، لأن هذه الأدعية أساسا هي ضعيفة الأسانيد. مناجاة العارفين من الأدعية الضعيفة السند بحسب قذارات علم القنادري الذي يسمى بعلم الرجال. دققوا النظر معي: قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم. الحديث ليس عن حواسنا ولا عن وجداننا المحدود ولا عن عقولنا المحدودة، هذا حديث البصائر. قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم وانتفت مخالجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم. هذه معرفة بمستوى البصيرة، لا بمستوى العقل الذي نملكه ولا بمستوى القلب الذي نملكه ولا بمستوى الحواس التي نملكها. هذه المدارك العادية عند الجميع. أما البصيرة فهي قوة إدراك خاصة تمنح منحا وهبيا وليس كسبيا. تستمر المناجاة، فأناس بهذا المستوى من الإنبلاج والوضوح العقائدي، ماذا تقول المناجاة؟ إلهي، بعد ذلك الوضوح: إلهي، ما ألذ خواطر الإلهام بذكرك على القلوب، وما أحلى المسير إليك بالأوهام في مسالك الغيوب. هذه أوهام البصيرة، أوهام البصيرة شيء آخر. هذه المضامين لا يعرفها مراجعكم في النجف، هم لا يعرفون شيئا من ثقافة العترة الطاهرة، وأنتم كذلك. أنتم تأخذون دينكم إما من وكلاء المراجع الحمير الذين لا يفقهون شيئا من دين محمد وآل محمد، أو من هؤلاء الخطباء الحمير الذين يبعث بهم المراجع إليكم. دين محمد وآل محمد مصادره هؤلاء لا يعرفونها، أجنبية عنهم، هؤلاء غرباء عن هذه المصادر. فلا تخلطوا بين وهم العقل وبين وهم البصيرة، أوهام البصيرة شيء آخر. إلهي، ما ألذ خواطر الإلهام بذكرك على القلوب،
وما أحلى المسيرة إليك بالأوهام في مسالك الغيوب. إنني أتحدث عن البصائر الممنوحة من الحجة ابن الحسن، لا أتحدث عن هذا الذي تتحدث عنه الصوفية ويتحدث عرفاء الشيعة عنه. تلك ترهات شيطانية لا علاقة لصاحب الزمان بها. أنا أتحدث عن البصائر التي ترتبط بنظام خاص بصاحب الأمر، فالغيب كله بيده، هو سيد الغيب. الغيب لا يتسرب إلى أي أحد، فليس الصوفيون من أهل الغيب، غيبهم شيطاني، وليس عرفاء الشيعة من أهل الغيب، غيبهم شيطاني. غيب صاحب الأمر له طرائقه، له أسبابه، نحن بعيدون عن ذلك بسبب قمامة حوزة النجف التي ملأوا بها عقولنا وقلوبنا ودمرونا، دمرونا هؤلاء مثلما دمروا أنفسهم. هم في حيرة من أمرهم، صدقوني يتابعون هذا البرنامج وهم يعرفون هذه الحقائق، يعرفون هذه الحقائق من خلال البرنامج، لا يعرفونها أصلا ويذعنون لها، لكنهم شياطين، شياطين سيضللونكم ويبعدونكم عن هذه الحقائق. إلهي، ما ألذ خواطر الإلهام بذكرك على القلوب، وما أحلى المسير إليك. هذا مسير صائب صحيح بأي شيء؟ بالأوهام في مسالك الغيوب. هذا عالم آخر، هذا عالم آخر، الحديث عنه يطول، الحديث عنه يطول. هناك وجه يختفي في هذه الحياة أنتم لا تدركونه، نحن لا ندركه، أنا وأنتم على حد سواء. حينما نذهب إلى سورة الروم، هذه سورة الروم، وإلى الآية السابعة التي قبلها، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الآية السادسة بعد البسملة من سورة الروم، في آخر الآية، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تأتي الآية التي بعدها، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة، عن الآخرة، ليست الآخرة وإنما عن الوجه الباطن، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة، عن الحياة الدنيا الآخرة، عن الوجه الباطني لهذه الحياة. لن نستطيع أن نصل إلى هذا الوجه من دون أن نلتصق بظاهرهم وباطنهم، لا أن نذهب إلى مشايخ الصوفية أو إلى عرفاء الشيعة الضلال، أن نتوجه إلى الجهة التي يريد الله منا أن نتوجه إليها، أن تكون العبادة باتجاهها. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون الحقيقة، مضحوك عليهم، إما أن الشيطان قد ضحك عليهم وإما أنهم قد ضحكوا على أنفسهم، يجدون في أنفسهم من أنهم على معرفة ودراية بالأمور، أو أن مراجع الدين قد ضحكوا عليهم، وهذا في الأعم الأغلب. المؤسسات الدينية في العالم هي التي تضحك على أتباعها، ونحن أيضا مؤسستنا الدينية في النجف وعلى رأسها المراجع الشياطين الكبار، هم الذين ضحكوا على أجدادنا وآبائنا ولا زالوا يضحكون علينا.
ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. إذن أين الوجه الآخر؟ نحن غافلون عن، وهم عن الآخرة هم غافلون، غافلون عن الوجه الآخر. هذا الذي أقرأه عليكم من مناجاة العارفين هو جزء من الوجه الذي نحن عنه غافلون، وإلا أين هذه المعاني في حياتنا أو في حياة آبائنا أو في حياة أجدادنا؟ إلهي، ما ألذ خواطر الإلهام بذكرك على القلوب، وما أحلى المسير إليك بالأوهام. نسير إليه بالأوهام، ما هي أوهام عقولنا؟ الإمام هنا يقول: من عبد الله بالتوهم فقد كفر. ما هو السير إليه بالأوهام؟ هو هذا توهم. السير إليه بالأوهام توهم، لكن الحديث هنا عن الوجه الآخر من الحياة، عن البصيرة. وهذا واضح في الأدعية والمناجيات من أدعية شهر رجب أيضا. وقلت لكم فيما تقدم من حديث من أن أدعية شهر رجب هي أدعية التوحيد، هذا دعاء من أدعية شهر رجب، وأنا أقرأ عليكم من المفاتيح. الدعاء الذي أوله: اللهم يا ذا المنن السابغة والآلاء الوازعة والرحمة الواسعة والقدرة الجامعة. هذا أول الدعاء. ماذا سيقول الدعاء وهو في أعمق معاني التوحيد؟ يا من حارت في كبرياء هيبته دقائق لطائف الأوهام. هناك أوهام ولها لطائف وللطائف دقائق. نحن لا نتحدث عن أوهام الخيال. من عبد الله بأوهام الخيال فقد كفر، الإمام الصادق يقول. هذه الأدعية تتحدث عن أوهام البصيرة، وأوهام البصيرة شيء آخر. هذا الدعاء ماذا يقول؟ يا من حارت في كبرياء هيبته دقائق لطائف الأوهام، وانحسرت دون إدراك عظمته خطائف أبصار الأنام. فالحديث هنا عن أوهام لها لطائف ولها دقائق. أوهام البصائر لها درجات ولها مراتب، وهذا حديث أجنبي بالمطلق عنكم. أتمنى أن أجد وقتا كي أشرح هذه الأدعية الشريفة، لكن الأولويات هي التي تحول فيما بيني وبين ذلك. فأيهما أولى؟ أن أتحدث عن العقيدة السليمة التي تجهلونها، أم أن أحدثكم عن هذه الحقائق العميقة التي هي غريبة بالكامل عنكم؟ نحن بحاجة إلى العقيدة السليمة. العقيدة السليمة هي البداية وهي الأساس. من دون العقيدة السليمة فأنتم لستم شيعة بحسب فقه الحجة ابن الحسن. لا شأن لي بفقه القمامة في النجف، بفقه المزبلة إنه فقه مراجع النجف، لا شأن لي بهذا الفقه. أحدثكم عن فقه محمد وآل محمد. من دون العقيدة السليمة أنتم لستم شيعة، لستم مسلمين. صدقوني، هذه هي الحقيقة من الآخر بحسب فقه العترة.
إنني أحدثكم عن الأحكام الواقعية التي يتحدث عنها القرآن وتتحدث عنها العترة الطاهرة، لا أحدثكم عن حسن الظاهر وعن الأحكام الاستثنائية زمان الغيبة وعن أمثال هذا. لا أحدثكم عن أحكام ظاهرية تستنبط بحسب قواعد الأصول الشافعية عند مراجع النجف. أحدثكم عن الأحكام الواقعية في قرآنهم وفي فقههم في عقيدتهم. من لم يكن على العقيدة السليمة ليس شيعيا، ومن لم يكن ليس شيعيا فهو ليس مسلما. ورتبوا بعد ذلك الأحكام. إنني أحدثكم عن مر الحقيقة، لا أحدثكم بلسان التقية ولا بلسان المجاملات. إنني مثلما وعدتكم أريد أن أضع النقاط على الحروف. هذه الحقائق لا بد لأحد أن يقولها وأن يبينها للشيعة، والشيعة أحرار يريدون أن يتعانقوا معها، يريدون أن يرفضوها، يريدون أن لا يبالوا بها، تلك هي مسؤوليتهم. وأنا لا أجد أحدا يتصدى لهذا الموضوع، بل لا أجد أحدا يمتلك الخبرة في ذلك ويمتلك علم ذلك كي يتحدث عنه. لذا وجب علي أن أتصدى لهذا الأمر، ووجب علي أن أتحدث بأمور لا أرغب بحسب سليقتي أن أتحدث بها. حينما أتحدث عن حوزة النجف وعن مراجع النجف بهذا الأسلوب القاسي، إنني أريد أن أنفركم، أن أصنع البراءة في نفوسكم، أن أصنع البراءة الفكرية من مناهجهم القذرة التي أبعدتكم ولا زالت تبعدكم عن أئمتكم وعن إمام زمانكم. هذا هو الذي أقوم به وليس شيئا آخر. تريدون أن تصدقوا أنتم أحرار، تريدون أن تكذبوا أنتم أحرار. أنا لا أبالي بكم ولا أبالي بمواقفكم. أنا في مقام الخدمة لإمام زماني، وحديث الصادق أمام عيني، لو أدركته لخدمته أيام حياتي. هذا الحديث أمام عيني وأنا أحدثكم في كل حرف من هذه الحروف التي نطقت بها. حديث الصادق أمام عيني، الصادق هو الذي يقول، ما أنا الذي أقول. الصادق يريد أن يجعل تمام عمره في خدمة صاحب الأمر، لو أدركته لخدمته أيام حياتي. ما قيمتي أنا وما قيمة آبائي وأجدادي وما قيمتكم أنتم وما قيمة الشيعة طرا. إذا كان الصادق يريد أن يجعل من عمره بكل دقائقه بكل ثوانيه وقفا على خدمة قائم آل محمد، فماذا سأصنع أنا وماذا ستصنعون أنتم؟ وقت الحلقة صار طويلا، وحتى أنني ما أكملت قراءة الحديث. أعود إليكم غدا إن شاء الله تعالى. نذهب الآن إلى تذكرة البرنامج. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني. الزبدة الذهبي، أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبي، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبي، رابط
مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. إذا كنتم راغبين في إمامكم نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة القيمة والقائم صلوات الله وسلامه عليهما. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.